شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي طاهر 57 الذي نفذته وحدة مشاة بالمنطقة الشمالية العسكرية في إطار الخطط السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. كما التقى الفريق فريد بعدد من مقاتلي المنطقة الشمالية نقلا إليهم تحيات وتقدير رئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق محمد زكي. ناقش رئيس الأركان إجراءات التحضير وتنظيم للمعركة مشيرا بالأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع وما وصلوا إليه من مهارات ميدانية وقتالية.